والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعلم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرات أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب الراتب الكبير القطب الشهير الحبيب يا سيد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه باعلوي وأصوله وفروعه إن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير
وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أديانِنا وأنفسنا وأهلنا من كل محنة وفتنة وشدة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، عافنا وعفونا وكلنا حيث كنا، يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا، يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، يا رب هيئ لنا من أمرنا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഉൽപാദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദ് റാഫി ഹൈസനി കാന്തപുരം അവരുകൾ, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട